التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال وفد برنامج خطة عمل المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية. وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة المدن الخضراء، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمشاكل تغير المناخ واستضافة مصر للحدث العالمي الكبير وهو COP27، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.